أكد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين على أهمية التنسيق الإقليمي لمنع انتشار الصراع في المنطقة. وأفادت الخارجية الأمريكية في بيان عقب اجتماع بلينكين في الرياض مع وزراء الخارجية العرب وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنه تم خلال الاجتماع استعراض زيادة المساعدات الإنسانية لمعالجة الوضع المزري في غزة. وأكد البيان مجددا دعم الولايات المتحدة للجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة والمسار المؤدي إلى دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل، مشددا على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين لدى حماس. Actually, I'm not sure that would be.